خلينا نروح للقاء تاني في حلقتنا النهاردة من المنيا. الحاج حسن الشرق فنان عالمي بمعنى الكلمة، ولما نقول عالمي مش علشان احنا يعني محتاجين ان العالم يدينا شهادة ان احنا عالميين، لكن لانه الحقيقة فعلا فنه ولوحاته قدرت توصل لخارج حدود البلد بكتير. يعني عايزة اقول لكم بس انه عنده معارض في شتوتغارت بألمانيا، بأمستردام، في إيطاليا، في الصين، كان لسه راجع من رحلة في الصين، في الولايات المتحدة الأمريكية، في كولومبيا. كل دي أماكن شارك فيها بمعارضه وفنه المختلف والمميز. صباح الخير. صباح الخير يا حاج حسن. صباح الخير عليكم، نورت الدنيا، وكل سنة وانتم طيبين، وصباح الخير لعروس سعيد المنيا، ونورت الدنيا وأهلا بيكم. المنيا منورة بأهلها وبكل فنانينها وبكل ناسها الطيبين. طيب أنا عايزة بس أبتدي معاك على ايه اللي بيميز حسن الشرق. انا لما عملنا زياره امبارح سريعه للمتحف الخاص بحضرتك، نعم، عندنا تقرير عنه عامله زميلنا احمد رفعت، اللي عرفته انه عندك خلطه سحريه من الالوان، وده طبعا مش غريب عليك، انك حفيد الفراعنه اللي عاملين اصلا خلطات سحريه من الالوان في الرسوم في كل المعابد، عاشت الاف السنين. الخلطه دي برضو بتضمن الاستمراريه للوحاتك ولفنك، والسر كبير مش عايز تقوله لاي حد، صح؟ يا سيدتي انا اشكرك جدا على السؤال الجميل ده خالص، وانا كل ما يميزني ان دايما احنا بنقول تراب المحليه وعمق الصعيد هو اللي بيوصلنا الى العالميه، ده واحد. حاجه تانية، جدنا الفرعوني من 7000 سنه احنا اللي بنقف ونزور المقابر ونقف اذلاء، هو عمل اللون ازاي؟ ما كانش فيه مكتبه كذا او مكتبه كذا او مكتبه كذا، وبنقف اذلاء كفنانين لون الازرقات والاحمرات، ما كانش فيه امكانيات ولا مكاتب. انا انبهرت بشغله، ودايما لما حد بيسالني مين العبقري بتاعك بقول الفنان الفرعوني، فعملت فعلا وصلت الى دقه معينه يمكن من نفس الارض، من احجار الارض، من نبات الارض، وعملت بها لون هايل جدا جدا، وتعامل عليه التكنولوجيا في مدينه كولومبيا في الولايات في امريكا اللاتينيه، وحاز اعجاب المبدعين ان هو يقعد فتره طويله من الزمن، يعني قولي 1000 سنه كده اللوحه ما فيش ضوابط تحط، يعني لا تتأثر ولا لا تتأثر بعوامل ولا ترابيه ولا عوامل هوائيه ولا كده يعني. فدي يمكن ودتني ان انا بمثل الوطن، يعني انا كنت سعيد في رحله الاخيره من الولايات المتحده والصين مدينه شنغهاي، ان انا كنت موصل الوطن العربي، كنا احنا 150 فنان على مستوى العالم، اللي بينطق العربيه هو انا بس. المميز التاني في 3 مدارس انا محافظ عليهم، لان انا ابن مصر ابن الحضاره. الاولى ان انا لغتي العاميه الصعيديه اللي انا بتكلم فيها هنا في امريكا، في الصين، في شنغهاي، في كل العالم، دي لغتي، جلبابي الوطني. يعني جلبابي الوطني الصعيدي، يعني ممكن يكون جلباب وطني، ممكن يكون سعودي، ممكن يكون عماني، ممكن يكون صعيدي مح، ممكن يكون، ولكن هو في الاخر رمز العرب ورمز العروبه. الحاجه الثالثه العالم، الحاجة التالتة الأفيد بالعالم. أنا شفت كل الصور لابس فيها نفس كل الصور أنا، وكل ده أنا بالعكس، ده أنا لما بنزل في الشوارع هناك، أنا كنت في مدينة شنغهاي ولا في الولايات المتحدة، يعني طيب. الناس يعني متوقفني في الطريق، ايجيبتي مصري، عاوزين صوره، كايرو. اكيد اكيد. طب انا هستاذنك نروح نشوف التقرير اللي صوره زميلنا احمد رفعت في بيت حضرتك، في متحف حضرتك، الحقيقه هو بيت ومتحف في نفس الوقت، ونرجع نكمل. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، تشرفت. فنان بلون الطبيعه، انه حسن عبد الرحمن بن 69 ربيعه، ولد ونشأ ومارس فنه بين حنايا وجدران قرية الصغيرة زاوية سلطان بمحافظة المنيا. أطلق عليه حسن الشرق أو الفرعون الهارب بعدما زاع صيته عالميا وتخطت رسوماته حاجز البحار والمحيطات. استطاع الفنان حسن الشرق أن يؤرخ بفرشاته لألوان من الفنون والآداب ذات الطبيعة الريفية الخلابة التي زينت جدران متحفه لتسجل براعة الفنان المصري الحديث. أنا من أبناء زاوية السلطان. زاوية السلطان دي قرية من ضمن الريف المصري، ويمكن من القرى اللي هي دقيقة
أو بصفتها البكرة حتى الآن لما تغير منها كتير، رغم أن قرية يمكن في حضن الجبل مصطومة جدا سكنيا ما بين الجبل والنيل، منطقة يعني نقدر نقول في وسط المقابر. أنا دائما بقول بفتخر بهذا المنطقة اللي أنا اتولدت فيها. اصطحبنا المبدع القروي في جولة بين لوحاته التي كونها عبر 50 عاما من البحث والتأمل. في واشنطن في أمريكا بتعمل مهرجان سنوي من كل دولة، واحد أو واحدة بس، يعني ممكن من الهند واحدة، ممكن من باكستان واحد، ممكن من فلسطين أو بيت لحم واحد، ممكن من مصر هو أنا، تشيسلوفاكيا، روما، 300 فنان على الكرة الأرضية. بنعمل مهرجان سنوي في أمريكا وبالأخص في مدينة سانتا في. رسم الفنان حسن الشرق لنفسه منهجا وأسلوبا تفرد به عن غيره، فهو يعتز ببيئته وما تحويه من معطيات. كذلك جسد الفنان حسن الشرق من خلال لوحاته قصصا وملاحم فنية لكثير من الأدباء والشعراء. التجربة دي آخر تجربة أنا عملتها، أنا قبل كنت بعمل التجربة بتاع الأستاذ عبد الرحمن الجنودي والأستاذ جمال الغطاني، يعني لما اتكلم عن جمال الغطاني وعمل 1000 ليلة وليلة أو تقديم 1000 ليلة وليلة، وبعدين قدمنا في الكتاب شهرزاد وشهرزاد بلغنا أيها الملك السعيد سرائك رشيد في ليلتنا كذا، وفي الآخر خالص باب القصة دي أدرك شهرزاد الصباح وسكتت عن الكلام، يعني لوحة مقروءة وفي نفس الوقت لوحة البطل فيها بيكون الديك اللي هو بيقول بكرة اليوم انتهى، وشهرزاد كده يقول له هنكمل بكرة وعاشت معاه 1000 ليلة وليلة. عاش الفنان حسن الشرق ذكريات لا تنسى، وقد انتابته لحظات صمت عميق قبل أن يحكي عن جولاته ومشواره الفني وما تراه من صعوبات رسخت عقيدته في الإصرار والتحدي. عشان أنا أحلم المتحف، فبدل ما المتحف يكون محتقن للوحات حسن الشرق، ليه ما يكونش فيه قاعات وفيه أغلى الأعمال الفنية؟ فعملت الطريقتين، البند الطريقة الأولى إن أنا أزور دولة، أنا مثلا في أمريكا بيجي رواد الفن والفنانين بيعزموني على مراسمهم، فبقول لهم يا جماعة أنا ما عنديش فلوس كتير، وأنت حبيت شغل وأنا حابب شغل، وأنت تاخد لوحة ولا لوحة. أما عن سر حياته وبساطته الملحوظة فقد تلخصت في عشقه الجم لواهب مصر الحياة، نيل مصر العظيم، ملهمه البساطة والفن والذوق الأصيل بزرقة لونه ومياهه التي شكلت سر موهبته ومكون ألوانه. عدنا لنلتقط أنفاسنا مع عم حسن وتناول الشاي الذي أعدته رفيقة دربه. شكرا زميلنا أحمد رفعت، ونرجع تاني للحاج حسن الشرق، وخلينا نتكلم بقى على مشوارك باختصار كده. ابتديت إمتى ترسم؟ مشواري الفني يمكن من أقدر أقول من نصف قرن، من 50 سنة كانت بدايتي. وبعدين برضو احنا قلت المحلية بتودي العالمية، انا حبيت المحلية ورسمت النقوش الجدارية وجربت جميع الالوان، حتى اكتشفت سنة 85 لمستشرقة المانية، كانت اكتشاف زي عندنا مثلا اكتشاف الكورة مثلا، هما بيكتشفوا المبدعين والفنانين وكده يعني. فانا تم اكتشافي 85، ابتديت اعمل معارض القاهرة، وبعدين سلم العالمية بقى وصلتني من الاول للاخر، لان لفيت الجزء نص العالم يعني. بس يعني افكار رسوماتك بتبقى منين؟ يعني من البيئة المحيطة ولا من القصص ولا من السير الشعبية؟ انا لاحظت ان في انواع موضوعات مختلفة للأوحية. انا احب القراءة واحب قراءة الكتب، ويمكن قبل ما اعرض الكتاب ما كان لي استمرارية كده، انا كنت الزبون الموحد في سور الأزبكية، ان اجيب كم كبير من الكتب. فتوغلت في السيره الهلاليه، وبها اتعرفت الاستاذ عبد الرحمن الابنوده الله يرحمه، ساعدني كتير، عملت له الاغلفه، عملت رسوم داخليه، عملت اغلفه كتب، طبعا عملت السيره الهلاليه، حاجات زي كده. بعدها عملت 1000 ليلة وليلة، انا شفت عندك 1000 ليلة وليلة، استاذ جمال الغطاني عامل الموسوعه 4 كتب حلوين قوي، انا توغلت فيهم وعملت حوالي 103 في 1000 ليلة وليلة. بس انا ما باخدش زي ما انا ما اتكلمت عن لغتي
دلوقتي عن ملبسي انا ما بطلعش عن الحضاره التراث الشعبي المصري. أوه. عندنا حكايات كبيره جدا جدا وعندنا التراث غني والفن الشعبي هو تراثنا وهو امتنا. انا ما طلعتش من ده وانا بصدره للعالم. وعندنا مثلا حتى في الالعاب وصلك للعالم حتى في الالعاب حضرتك لعبه التحطيب المصريه الفلكلور الشعبي الاغاني الجميله قد ايه انا معجب بفرقه الاولاد ده والله جدا يعني اللغه الصعيديه اللغه هم بتاعتنا بصراحة. هم كويسين قوي قوي يعني قعدت كده وتخيلت معاهم منسجم جدا فده في الكرور احنا بنصدره احنا ما جبناش بالعكس ده هو فعليا ده احنا عايشين فيه بس احنا مش واخدين بالنا. طيب يا عم حسن انت بتحاول تتعلم اجيال ثانيه يبقى عندك تلامذه يبقى عندك مدرسه والله مهمه الاستمراريه انا برضو. محظوظ ان انا ليا على مستوى جامعات العالم حوالي 17 ماجستير ودكتوراه اتعمل عليا يعني اولادنا يعني انا ممكن انا ما خدتش ما خشيش اكاديمي ولكن عندي 17 او 16 ماجستير ودكتوراه عليا دي حاجه فزت اخر رحله ليا للولايات المتحده في ولايه سانتافيه بدكتوراه الفخريه يعني شهاده تساوي الدكتوراه الفخريه وكان الوطني اللي كنت انا بتكلم العربي بس كنا احنا في شنغهاي في الصين 150 دوله في الولايات المتحده كنا 300 دوله فانا كانت ان انا اطلع التاسع رقم 9 في 300 على مستوى العالم واحوز بالشهاده من مش اكبر جماعه في الولايات المتحده ده شيء طيب. نعم. طب ايه اكتر حاجه عجبتك في البلاد اللي انت سافرت فيها وازاي ما تاثرتش باي ثقافه من الثقافات اللي رحتها؟ يعني انت رحت بلاد ممكن تكون حديثه شويه زي امريكا مثلا او كده بس في بلاد برضو عريقه وليها تاريخ وتراث وقصص وحواديت زي الصين زي امريكا اللاتينيه ايطاليا اكيد واكيد شفت طبعا الرسومات اللي في ايطاليا رسومات عصر النهضه انا في ايطاليا اخذت حوالي مرتين احنا لنا الاكاديميه المصريه في روما طبعا في العصر اكيد فانا طبعا عملت فيها يجي 4 محاضرات وفي نفس الوقت عملت فيها معرضين وكنت ساكن في الاكاديميه في روما يعني مش في فنادق في نفس في نفس المكان ف بيلفت نظرهم قوي 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 او اللي بيلفت نظري يعني انا من الخارج النظام يا فندم النظام يعني النظام ويمكن نظام الجماهير ونظام الحكومات فطبعا ده شيء نظام الشعوب نفسها بالظبط يا فندم بالظبط نعم وحاولت تنقل حاجه هنا المنيا يعني حاولت مثلا تستلهم تجربه معينه او افكار معينه شفتها بره وتنفذها عندك في مرسمك او في مدرستك انا اتعلمت من بره النظام ومن ما ضيعش وقت وان الفن ده يعني انا حبيته لمجابلتي او الناس هي مستقبلاني ازاي بره وانا بشوف اعمالي في عيون الاخرين يعني لما بشوف مثلا اكبر نقاد ولا المعجبين بفني وبيتكلموا انا برجع له مره اخرى ابص اقول هو فيه يا حسن فيه فطبعا دي بتديني طموح اكتر طبعا. الحاجه الثانيه انا بعمل ورش عمل في المتحف عندي للمواهب وفي بعض مؤسسات يعني بتجيب الاولاد او مدارس معينه ان احنا بنعمل ورشه عمل كده نقعد نرسم سوا بيعجبني ان انا عملت ورش لذو الاحتياجات الخاصه يعني قد ايه انا احب ده حتى الانسانيه انت عارف الفنان مو بالعاطفه والانسانيه غاليه جدا جدا انا احبهم وانا بتعلم منهم على فكره وبنقعد نرسم سوا فانا عملت تجارب دي برضو لقيتهم هم هناك يعني انت بتشارك كمان بالرسم في العلاج بالظبط في علاج مش في علاج انا مش في علاج يعني هم جواهم كتير جدا انا باخد منهم لا ده لا ما هو الفن ده اسلوب من اساليب العلاج يعني لما تعمل ورش فنيه لذوي الاحتياجات الخاصه ده حاجه جدا جدا ده حاجه انا افتخر بيها أكيد. بس يعني انا ما وصلتش للدرجه الكبيره دي يعني الحمد لله بس ما بتفكرش تعمل مدرسه تعلم تلامذه تعلم اطفال انا فكرت اعمل مواهب. اكاديميه للفنون يعني عندنا او كذا ضروري يا حاجه انا فكرت كتير بس ما توفقتش يعني من الروتين ووقف المشروع ما فيش مشكله ولكن انا عندي يعني بس عندك الحلم ده انا عندي الحلم ده انا بحلم بيه وعندي متحفي مالي عليا الدنيا ده عامله خاص على حسابي متحف خاص لحسن الشرق وانا مبسوط بكده والحمد لله ويلا لغايه ما نسافر كده تمام طيب مين اكتر فنان مأثر فيك من يعني الفنانين اللي انت اتعرفت عليهم في العالم
ممكن تحس ان خطوطه مثلا قريبه من خطوطك، او انت بتحب استخدامه في الالوان، او بتحب افكاره؟ انا عن طريق القراءه ويمكن ما شفتوش، كنت بحب عبد الهادي الجزار الفنان الكبير القديم. عبد الهادي الجزار بحبه قوي قوي. بعديه بشويه حبيت الفنان المرحوم حامد ندى، لان قريب شغله يعني كده ايه، وليه يعني ايه الناس دي لها بصمه. انا حفظت على البصمه دي منهم، يعني بمعنى انت بتبص على اللوحه كده قبل ما تقرب على الامضاء بتقول عمل مين. احنا عندنا هنا الوقت في الفن، يمكن بعد ساعات بتكلم ان احنا بنقلد يعني. ابص مثلا انا بعد ساعات اخش في قاعه الاقي نفسي ان انا في فرنسا او انا في امريكا، لا انا عايز اقول انا مصري، عايز اشوف الهرم النيل الجميل اللي جنبنا، الريف المصري، مصر الحضاره. فيمكن حته السلاليه وحته كده هي بتغيبنا شويه، بس احنا بنقلد يعني. انا مره كنت كوميسيور في روما في ايطاليا، واخد شغلي وشغل تاني ناس تانيه. انا مش اكاديمي يعني برضه. وبعدين لما النقاد بيشوف الشغل بيسمعوا بيتكلموا بعض ويقولوا بضائعنا وصلت الينا. بضائعنا وصلت الينا يعني هو شغلهم. ايوه يعني احنا بنقلد الايطاليين ونقلد، بس لا عايزين نطلع بقى في الهواء يعني، بس نشوف الدنيا بقى بعيوننا بقى. صحيح. نعم. انا بشكرك يا حاج حسن والله، وانا يعني سعيده جدا اني قابلتك، وفخوره ان احنا عندنا في مصر فنان بموهبتك وبقدراتك، وبشكرك لوجودك معانا والله. ده شرف كبير ليا، واهلا بيك وصباح الخير يا مصر، وكل سنه وانتم طيبين. عيد الميلاد القومي. اهلا.